تكلموا على واحد الجانب، الجانب الذي ينبغي لنا أن نركز عليه. نعم كاين جانب ربما نفساني، كاين جانب صحي وهذا أكيد، وكاين جانب أمني. يعني كما يقولوا إحنا الجانب الأمني راه مهم جدا، لأن الشكر موصول لما نسمعه من حجز هذه الكميات الهائلة. يعني شكر موصول لرجال الأمن اللي راهم يصارين على مثل هذه المبادرات، بحيث أننا نسمع نقول هذه الكميات اللي حكموها وكان طلقتهم كلشي صار. هذا الشيء راهم يحكموا كامل هذا الأمر ورانا شكون الفساد. يعني لو كان ما كانش هذا الشدة هذه الأمنية رانا ربما غرقنا كامل كما رانا. ولكن هذا يدل على ماذا؟ على أنه يدل على أنه لازم يكون تكاتف، ولا يستطيع أحد أن يقول أن تستغني جهة عن جهة. إذا لازم يكون عندنا تكامل. بصح لو كنا ننظر بنظرة عقلانية ونظرة إنصاف، وحنا نعطيكم من نتيجة ديناها. في رمضان هذا اللي فات عملنا 10 خرجات، 10 خرجات ميدانية، ما نتكلموش على الدروس المسجدية، حنا كنا نخرجوا المساجد ما نتكلموش عليها، نتكلموا على 10 خرجات ميدانية، راهي مسجلة كلها درناها في المايبات ومشات حتى لأوروبا وسمعوها الناس. نقول لكم واحد الحاجة يا إخواني الكرام، مشينا بعد التراويح درنا 10 خرجات في رمضان على مستوى العاصمة، الأساتذة كانوا حاضرين معنا. شوف الآن مجرد ساعة ونص ساعتين صاروا مع الشباب حتى 12 ونجوا رايحين. نقول لكم أنا يا مش عندي إحصائيات، أنا قدمتها الآن للسلطات المعنية طلبوها مني. الأستاذ عنده إحصائيات أكثر مني وعنده ربما مخالطة أكثر مني وربما تسمعوا منه أكثر. أنا الإحصائيات تاعي فقط اللي جاتني، ونقول لكم والله كاين أكثر منها. أنا واش سمعت برك الناس اللي جاوني وسمعت عليهم واللي بعثوا لي ميساج وكلش، 40 مروج للمخدرات من الرؤوس تاعهم راهم يصلوا معنا، يصلوا معنا. أنا نقول لك في رمضان ما نحكيلكش على الجهود اللي فاتت قبل، حنا ماناش نقولوا حنا عندنا مزية، حنا ما نسحقوش لا اسمنا ولا مزيتنا، حنا رانا آلة من آلات هذا الدرع علينا أننا نجاهد جهادا من أجل هذا الأمر هذا. يعني لازم هذه فيها إنسان يضحي بوقته من أجل أمر كيما هذا، لان رانا نغلقوا، راه ترم الاستعمار هذا، راه فساد كبير، لازم اليد في اليد على امر مثل هذا، ما دام انها ولات الان تضرب فتياتنا. شوف اكثر من 40 مروج الان، منهم الان اللي راهم عندنا في المسجد من احسن الشباب الفاعلين. هذه وحده. الامر الثاني اللي يتعطاوا اكثر من 120 واحد من رمضان لهنا برك، رمضان وغيرنا مازال ما فاتش عليه شهر، أكثر من 120 واحد بالرسائل اللي بعثونا بالهواتف اللي كلمونا واعترفوا اللي جونا في المسجد واللي راهم يصلوا. هذا شيء عجيب يعني ما شاء الله، يعني عدد هائل. فقط نتكلم لك أنا في المحيط تاعي، خليك اللي راهم يبسطوا أحسن منا وأكثر منا الجمعيات والتوعوية وغدا، شيء عظيم جدا. مشينا مع رجال الأمن مديرية الأمن، ومشينا أنا وأحد الضباط من ممثل الأمن، ومشيت درنا توعية ثنائية. مشينا للثانويات، سبحان الله لقينا استجابه عجيبه في الثانويات. وحقيقه تكلمت انا والضابط نتاع الامن لانه هو متخصص في المخدرات، مشيت انا وياه المحافظ وتكلمنا على الجانب الوقائي، لانه شباب تاع الليسي هذوما تاع الثانويه غالبا تكلموا مع الجانب الوقائي، لانه ما تلقاش فيهم المدمنين اللي راهم طولوا بزاف المخدرات، غير تلقاه دارها راهو بدا هذوك وبدا. فحنا تكلمنا على الجانب الوقائي، فكانت نتيجة عجيبة على طول هذه الآونة الأخيرة. قالوا لي سبحان الله يعني الثانوية تغيرت، حنا جزنا غير ربع ساعة في كل قسم، هذا مش درنا. فسبحان الله حركة صغيرة راح تغير منك أشياء كثيرة. أنا ممكن نوريك دوك عندي رسائل مسجلة. شوف الآن في أوروبا في أمريكا كل اللايفات يتفرجوا الناس، والله يكلموني من المكسيك من البرازيل الناس يقول لك أنا تبت، كنت نبيع ولي تبت، أنا كنت نتعاطى ولي تبت. واحنا هذوك الناس ما قصدناهمش، تكلمنا غير هنا عندنا بيناتنا، اللايف هذاك مشى وهدى الناس، مشينا بداخل الوطن خارج الوطن. اذا الحركه لما تتحرك انت ما نزيدوش نقولوا، اسمعوني يا اخواني الكرام، حنا شوفوا كمجتمع عندنا السلبيه، النظره السوداويه تغلب علينا. رانا عندنا تاع واش كون تهدر معانا تهدر واش راح دير فيها يا ودي، الف ريبو انت تبني واش راح دير فيها. هذه ما قالها لناش الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك يبقى عندك القطره الاخرى، كمل امشي. قال لك اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، عندك نقله هذه الشجره الصغيره تاع النخله حتى غرسها، وقامت الساعه خلاص راح نروح هو كاش هذا، ونهبط الجبال هذه وتكورت الدنيا والشمس
والنجوم كدير كل شيء راح، والبحار سجرت، خلاص الدنيا تهولت، رايحين نروح عند ربي سبحانه وتعالى. كم نغرسها قالك؟ كيفاش نغرسها؟ واش تدير بها انت بعد؟ ياك الشجره هذه تضرب ثمان سنين احيانا باش تجيب لك حبه ماء. الان هذه علاه نغرسها؟ ياك الدنيا علمك النبي عليه الصلاه والسلام انك تخدم وتحوس على نتيجه. لان النتيجه بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. اذا احنا هذه اول نظره لازم ننظروا اليها. وانا نخاطب فيكم انتم اللي راكم الناس تظهرون، يظهر عليكم الصلاح، يظهر عليكم الوعي، وانك تقدر تقدر توعيه. اذا كاين واحد الجانب الان حبينا نسلطوا عليه الضوء وهو الجانب الايماني. الجانب الايماني سبحان الله كل من شاركناهم في النجاه يقول لي سبحان الله قد ما درنا ندوات ما لقيناش كيما الجانب الايماني، لا سيما في شعب مثل هذا. الشعب هذا سبحان الله الدين يؤثر فيه كثيرا. نحن حقيقه انا نعطيك نفتح لك قوسين، الجانب الايماني الذي ينشئ لك شابا متدينا تدينا وسطيا على وفق هذيك السماحه اللي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين هذا ماهوش يروح يجيب لك بالمخدرات ويروح لك في افكار متطرفه ولا هذيك المتشدده التي لا يرضاها لا ربي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقه ابن الديوان يقول لي انسان متدين فعال في المجتمع، المتدين هذا اللي يحترم والديه، هذا اللي يرفض الكعبه والله بده يحطوه في القمامه اعزكم الله، هذا الانسان يحترم الشيخ الكبير، الانسان الذي يرحم الصغير، الانسان الذي يعود المريض، الانسان الذي يمشي في جنازه، الانسان الذي راح تلقاه يبتسم لك ابتسامه تثلج صدر، الانسان الذي يملا بيت الله عز وجل، الانسان الذي راح تصنع منه كما نقول احنا بالمصطلح نتاعنا الان المواطن الصالح. الانسان الصالح حقيقه اللي راح كما قال الاسلام هذاك اللي راح يكون خليفة ربي في الأرض صح. هذاك الإنسان كي تجيبوا التائب بهذه الطريقة كيف نجيبوها؟ وهذا الإنسان هذا علاش؟ أعطيني دليل أنا، قول لي أنت اسألني، قول لي كيفاش تقول الجانب الإيماني؟ أعطيني دليل. أنا أقول لك واحد الكلمة. الآن حنايا أحيانا في الجانب الاجتماعي والجانب التربوي وهذا تناقشناه في ملتقى مع الأساتذة في الجامعة. الجانب التربوي والجانب الاجتماعي أحيانا حنا نتكلم واحد الكلمة، اسمعوني مليح. هذه مهمة. احيانا احنا نتكلموا واحد الكلمه وهذه رانا احيانا ما نعرفوش نسوقوها ونفسدوا الشباب بتاعنا اكثر من هذا. وش نقولوا؟ كي نقولوا هذا الشباب راهم يتعاطوا في المخدرات، هذا الرجل هذا راه يسرق الدم تاع امه يبيعها ويبيعه، هذا راه يسرق الجبه تاع امه، الجبه الاخرانيه لها معها، هذا راه امه تسرق. مؤخرا يعيط لي واحد قال لي زوج قرع تاع الغاز، واحده تدفوا بها واحده طيبوا بها، اداهم الطفل بهم بالقرعه بالطابونه بحوالي 2000 فرق هذا باش يعمر راسه نهار واحد، خلى لا قطعة عكاز ولا طابور. هذا الشيء هذايا حنا من بعد نجوا حنا اللي نحاسبين روحتينا رانا راح نزيدوا نصلحوا ونقولوا احيانا واحد الكلمات ما يلقوش هذه الكلمات. شوف الكلمه واش نقولوا؟ يقولوا الشباب ما لقاش واش يخدم. الشباب مسكين راه لا يفقر كلاه. ها هو سي نورمال يروح المخدرات. انت دير له هذيك الحاجه، دير هذيك الحاجه تشوف ما يهمش مخدر. دير له هذيك الحاجه. وهذاك اللي راه ابوه وزير. وابوه ملياردير ولو يتعاطى في المخدرات واش خصو؟ هذاك الانسان اللي راهو كاذب. انا نقول لك حاجه، نعرف انا اصدقائي اصدقاء عنده مصانع يتعاطى المخدرات. الكوكايين والهيروين غاليين ما يديهمش واحد فقير، راه يدير فيهم شكون؟ اللي عنده خزنه معمره ولا لا؟ انا نعرف ناس ها واحد عنده 1200 مليار شي في الضفير تاعو وليده يوميا بالمخدرات. قال لي شوف تحت له زين عملت له درت له كلش مازال مخدر. هذا البطاله هي اللي دفعت له المخدر؟ لا، ما نغلطوش روحتينا. ها واحد هذيك عند شباب الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير كان يمشي في مكه، كان كافر كان مدلل يمشي في مكه كيجوز الريحه نتاعو الناس تشمها. يقول لك وجاز منها مصعب بن عمير مصعب يعني تتمناه الفتيات ويتمنى الشباب ان يكونوا مثل مصعب بن عمير. هذا كي راح تاب ودخل في الاسلام والصحابة قاعدين يشوفوا فيه ولا مدين ولا فقير، يعني راح يخير تاع امه هذا كامل اللي كانت تدلل فيه راح، ولا يمشي برقعه حاكم رقعه هذا رقعه ويسد فيها حتى ما بقاش عليه ولا تكشف العوره نتاعه. الصحابه بكاو كي شافوه قالوا هذا اللي كان يمشي مسكين شوف كي دخل الاسلام ولا وعلاه مصعب بن عمير كاش واحد جا سومه قال له روح تحقق مملكه غسان ولا تروح لمكان اخر ما كاش يقدر يسومه. كعب بن مالك يكهجر الرسول عليه الصلاه والسلام 50 يوم وفي غزوه تبوك وبعث له ملك غسان قال له قد بلغنا ان صاحبك قد جفا. قال له على بالنا بلي الرسول عليه الصلاه والسلام راه هجر واحد مره يتكلم معك في المدينه. قال له الحق بنا الوزير، يعني جاته من دوله عظيمه
انفيتاسيون كيما نقولوا احنا. وقال له روح لعندنا نواسيك، وعرفت شحال نواسيك، يعني نعطوك بوست شباب وتوني مدلل عندنا في مملكه غسان، وراهي هنا ما في الحدود وقت ما هي، اي في تما قدام المدينه قريبه. قادر كعب بن مالك يقول كان هنا واحد لم يهضر معاه، اي روح هذه مش بلاد هذه روح نقعد فيها. وزاد هذيك الورقه بط هكا فصها وشعل بها النار في الكانون تاعه وقعد قال باش قال لك هذه من الشيء السكر فيها، قال له هذه بليه اخرى. اذا هاد الناس عندهم واحد المناعه، عندهم مناعه وعندهم قناعه بالدين تاعهم. كلاه الجوع راهو ثابت على الدين، جا ولا غني راه ثابت على الدين. اذا ما نزيدوش تقولوا هذوك مساكن البطاله اللي درتوها هناك، البطاله راه يزيد يصرف اكثر واكثر الانسان. اذا حنا لما يكون الوازع الديني الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الناس على الدين تاعهم. انا عندي مقال محكم منهج القران الكريم في تربيه الوازع الديني في 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 مجله دراسات الشريعه والدراسات الاسلاميه، مهم جدا هذا المقال، يعني مهم في في عنوانه بارك مضمون قد يجد الانسان معلومات اكثر لانه كان مختضبا، بصح مهم جدا في قضيه غرس الوازع الديني. شوف الوازع الديني، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليل والليله والليله الثانيه والثالثه والشهر والشهرين والثلاثه، يمر عليه ثلاث اقمار عليه الصلاه والسلام ولا يوقد في بيته النار. وكان يدخل على زوجته يقول لها هل لكم من طعام؟ واش تقول زوجها تاعو؟ ما عندناش طعام. يزيد يقول لها اخرى كاش ما كاين ناكل ناكل جعانين، هذا رب الاسره دخل البيت ما لقاش حتى حاجه. ما خرجش برا راح باب سكره وقال انا راني في ازمه اقتصاديه انايا وراني ما لقيتش واش ناكل والله تشوف واش داير ولا فرق على روحي ليسونس انا دوكا وخلاص. ما قلتش حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اذا صائم، يعني قلب هذيك الازمه ازمه اقتصاديه كما نقولوا احنا، قلب هذيك الازمه الى وش هي؟ الى عباده الى نعمه. أقول له جاي جاي يتعيش مع الواقع تاعو ويقلبها وصايم النهار هذاك والسلام عليكم. شوف التربيه النبويه هذه، هذيك التربيه النبويه الصحابه هذوك اللي تشوف فيهم كامل ابو هريره يطيح من الجوع وزيد بزياده نسمعوا الصحابه بزاف صحابه قريب 80 واحد قاعدين غير لا ماكله ازبيه كما نقولوا احنا اصحاب الصوفه، ما عندهم لا دار ولا دوار ولا ماكله ولا شرب، قاعدين في 80 تقريبا قاعدين منهم شكون؟ مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن ام مكتوم رجل اعمى وقاعد مع اهل الصفه، ابو هريره رضي الله عنه اكثر روايه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، قاعدين هذوما عمرهم ما غرتهم الدنيا والجوع هذا قال احنا الدين هذا تبعناه ما سلمناش، نبدلوا بلاد عندهم مناعه. والنبي عليه الصلاه والسلام يعطي امرا يمد امر في النهي عن السرقه ويمد الامر ماشي السرقه بر، تمادى الامر الى ان اللقطه برا ما يمسوهاش الناس. جيعان الراجل تروح تحط السلسله عندها بطيح في الارض، تروح تسافر ولي تلقاها في مكانها تما محطوطه. هذا الانسان علاه ما قالش انا يا ولادي راح يموتوا وتبكي امه ما تبكيش امي وكذا، علاه ما قالش الكلام هذا؟ علاه ما راحش في ذلك الحاجه قدام؟ عنده امر من النبي عليه الصلاه والسلام بحيث انه لا يحمل شيئا لا يحل له. لقطه مش سرقه، الديور ما فيهاش بيبان، ما كاينش باب في الدار. يعني كاين ريد وهكذا برك هكذا اللي صار وخلاص، وروح ترقد ما تخافش انت واهلك ورقد مرتاح. ما كاين لا سراق ولا تخاف من حاجه، لا تخاف غير من هيشه وخلاص. اما الانسان اللي يمسك. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام ما احتاج للشرطه ولا احتاج للضرب ولا دار جيش يعس الناس داخل البلاد ولا دار حبس، ما عندوش الحباس ولا عنده محكمه ولا يسحقهم هذو كامل هذو وفر عليهم الملايير هذه كامله توفرها وتحطها. لانه رب الوازع الديني، كاين امه كل واحد يحفظ نفسه. هذا الوازع الديني احنا جربناه في بيوت الله سبحانه وتعالى كي كنا مدينا دروس وجاونا الناس مسؤولين، اعطاهم ربي عز وجل مسؤوليه. شوف انا في يوم من الايام درت درس حضر انسان كان جايز فايت برك حضر معايا درس وكنت ندير في التفسير وتكلمت على الايمان بالله والامانه وكيف يكون الانسان مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. احضر هو اسمع هو قاعد انا ويبكي انا ما نعرفوش براني مش براني لانه كانوا الناس كي دخلت معايا بعد صلاه العشاء في الصلاه قال لي انا شاب دو بارك قال لي راني سارق الماتريال 3000 معايا قال لي نقول لك والله تجيب المحاسبين تاع الدنيا كامله ويحطوا الحساب لك والله واحد ما يفيق قال لي بصح قول لي كيفاش نقدر نردهم لان كيخط الله دوك لازم نردهم. سما هذا الانسان انت كي تربيه ما تسحقش دير له شيف ديكيب وديروا اسبيكسيون والاسبيكسيون والاسبيكسيون. هذا الامر هذا مهم جدا ولا لا؟ الانسان لما ينتبه لما تربي في الانسان وازع الديني راك خلقت انسان رقيق
حط له رقابه. اذا لما نمشيو نشوف النبي عليه الصلاه والسلام عقال ربي سبحانه وتعالى في القران النبي عليه الصلاه والسلام وراني نهضر وراني نحاول نحيي النصوص الشرعيه لانه تعرفوها باش ما ناخذش من الوقت الساده الائمه. اذا الان مثلا ربي سبحانه وتعالى علمنا في القران الكريم الخوف من الله، انك لا ترقب الا ربي سبحانه. كي تخاف من ربي عز وجل تخاف منه سبحانه وتعالى، وانا ربكم فاعبدون يعني فاعرفون فوحدون واقيموا العباده لي ولا تشركوا بي شيئا. لما تخاف ربي سبحانه وتعالى وتوجه كل حاجه ربي عز وجل تقول انت ما تسحقش انك لازم تكون انت، ما تسحقش لازم انك انت لازم يكون انت، ما يخافش منك. قال هذا هو المرخم حط المفتاح في الخزان قدام الله يمسه نعرف هذا الانسان هذا تولي انت مرتاح، تولي مرتاح. لما تكون الامانه تمشي الانتاج يمشي. جاوني ناس، شوف جاوني ناس والله حضر خمس ايام على 10 تاع النهار يدخل عندي وهو مريض، يدخل على 10 تاع النهار يعني راه ينحي ساعتين من الخدمه، خمس ايام وهو يسجل يدخل على 8. جابوا الدراهم هذو قال لي انا حسبت شحال تحلي الساعه وصافي راني غايب 10 ساعات. قال لي انا هذو ما حطهم لي فلابي. قال لي كيفاش تخلص منهم هذو؟ قلت له تقدر ترجعهم الشركه؟ قال لي ما نقدرش. كيفاش تقدر تخلص منهم؟ قلت له عاود لي يعني المسؤول تاعك طلب منه سماحه وخلاص. قال لي انا هذو ما يدخلوش لداري. قال لي والله يقول لي اسمح لي ولا ما خدمتهاش ما نديهاش. هذا اللي يخرجوا لي لصالح، هذا اللي يخرجوا لي لصالح. حنا كي نهرب انا خدمت من ساعات ونوكل ولادي الحرام وبعدين وليدي يتعاطى مخدرات ويخرج السلاح. انا وكلته الحرام ومن بعد نقولوا كيف انا وكلت وشربت وقريت ومن بعد يخرج لي فاسد. ما كانش من هذاك التدين ما درناهش في انفسنا. التدين ياثر حتى في الاب اللي راح يربي له مواطن صالح. لذلك الان لما نربيو الناس على هذا الامر هذا ونربيهم على رقابه الله كما تفضل الشيخ عمر رقابه الله عز وجل نوري له بلي كاين ملك على اليمن يا بني انها ان تكن مثقال حبه. ولي له يا ولدي يا ولدي انا الموت انا هكذا ربيت ولادي والله غير بلي كانوا صغار ندخل عليهم بقاو يلعبوا بالتليفون نقول لهم شوفوا نقول لكم واحد الكلمه انا قادر ندخل نعرف ندخل الهواتف تاعكم وانتم لا تشعرون ونعرف بصح والله ما ندخل ولا نتجسس عليكم وقادر نقول لك اعطيني ذكوري يعطيهم الباس وفيريفي كامل التليفون تاعك بصح نقول لهم واحد الحاجه ردوا بالكم او كاين واحد انا ممكن نموت ممكن نموت كاين واحد يراقب فيك ربي سبحانه وتعالى او كاين واحد كي تكون دايرها هكذا كي تكون دايرها راك تفرج وتشوف هكذا تخيل امك ولا ابوك واش معاك تشوف واش ما تشوف صوتي بزاف عفايس نقول لك علاه لانه يشوف معاك هذا او كاين واحد يشوف معاك عبادك ربي سبحانه وتعالى الم يعلم ان الله يرى اذا الان لما تعلم رقبه الله سبحانه وتعالى ارتاح انت يا دوك انت طلقت مع زوجتك انت يا مات يمه مات باباه عنده الفقر او عنده حياه مع ربي انت يا ما انت انت ما لازمش تدخل روحك في الايمان انت ادرس فيه الايمان ما لازمش يخافك انت اكثر من يخاف ربي سبحانه وتعالى ولذلك كما تفضل ضابط الشرطه تكلموا قبيله عن الاباء هذا الامر لازم نزيد له حاجه ان الاب لازم يكون عنده سطوه ولكن سطوه ايمانيه ماشي سطوه تاع ضرب وسب وانك تطيح القدر تاع ولدك اللي ربما طول عليك وانما تكون سطوه ايمانيه قال ولدي شوف هذا الامر هذا راك دير فيه انا ولدي انا نموت وانت تموت مع ربي سبحانه وتعالى انا ما نحوسش عليك كليت ما كليتش ربي المستقبل خاش المستقبل تاعك هو عند ربي كاينه حاجه نخاف عليها المستقبل تاعك هو مع الله اهم مستقبل انا نخاف عليه مع الله المستقبل تاع الدنيا ارتاح كاين اللي يقرا وما كلاوش وكاين اللي ما قراوش وكلاو ارتاح او مكتوبه من عند ربي سبحانه وتعالى اذا هو غير راهي سباب فقط اذا هذه رقابه ربانيه انك تغرس فيه انه يتصل مع الله الامر الاخر نغرس فيهم الرقابه بحضور الملائكه عن اليمين وعن الشمال عزين ما يفرض من قول الى لديه رقيب عتيد وان عليكم لحافظين كرام كاتبين ونعلمهم كذلك من امور الرقابه ان الانسان له كتاب سيقراه يوم القيامه وربي سبحانه وتعالى يخرج الكتاب يقول اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا راح تقراه وحدك هذه هنا لولادك لما يتعلمها الانسان يخاف يخاف وحده وحنا كي تكلمنا مع الناس تاع المخدرات نبعث لهم هذه الرسائل هذا النقاط يجي يقول لي الشيخ تعرف انا هذيك النقطه اللي قلت لي بلي كتاب وكذا بنت محبس تسمى اذا كاينه حاجه راح تحركها انت في نفسيه الانسان وهو هذا الايمان باليوم الاخر المحاسبه الموت هذه الاشياء هذه مهمه جدا انك تدرسها الانسان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اكثروا ذكر هذه من اللذات هذه تطويل الايمان
اكثروا ذكر هذه من اللذات، اكثر من ذكر هذه من اللذات، واش يدير؟ يصمت الدنيا ولا يحليها؟ يحليها، يصمتهاش ابدا. شوف الانسان، يعيش الانسان ما بين نعمة او ما بين نقمة في نظره، وهما كله له خير. الان انت كي تعيش؟ احيانا مضارب مع زوجتك، احيانا راك فقير، احيانا عندك واحد مريض، انت مريض، ربما درت حادث مرور، تمر عليك ازمات، هذيك الازمات ماديه، نفسيه، اجتماعيه، المهم مرت عليك. هذيك الازمات بالنسبه لك انت الان راهي من عند الله سبحانه وتعالى تتعايش معها. لما تتعايش معها هذيك الازمات، هل هذيك الازمات راح تربي فيك وازع ديني؟ هل راح تخليك انت تبتغي الاجر من عند الله سبحانه وتعالى؟ ام انها راح تزيد تبعدك عن الله عز وجل؟ والنعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، إن شكرتها فإنك ستشكر نعمة وتتقرب بها إلى الله، وأنت على كل كلا الحالتين في نعيم. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرى وإن أصابته ضرا. إذا هذا المؤمن راه دائما في خير. علاش حنا الآن لما يكون عايش الإنسان في هذه الحالات مباشرة لما يتقاس ويتضرر يروح مباشرة إلى يهرب عن الله عز وجل؟ على من علموش يهرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ربي قال ففروا الى الله. على حنا نعلم الناس انه كي يطيح في ازمه يروح قال والديه مساكن تفكوا والديه وعلى هذيك الشباب تاعهم يروح المخدرات. ومن بعد هذاك الولد صغير كي يكون صغير يسمع الكلام هذا، الدرجه الاولى اللي صرات بين بابا ويما هي هو المخدرات. يقول لك انا دوكا عندي علاش وليت عندي مسوغ، عندي حاجه، عندي سب، علاش راني رايح ندير هادشي؟ لاني عندي بابا ويما. لان حنا رانا نتكلموا على الشباب غير نقول لهم على ذاك هذا، يقول لك انا خاطرش بابا ويما طلقي، وكانه يقول لك انا هاي الكارطه تاعي عندي ندر جوز. لا غلط يا ولدي، انت كيما ابتلاك ربي لازم تكون متقي لله عز وجل. وعلى كي ابتلينا ربي معك القانون ديالو واش نحبوا؟ لهذا الانسان ينبغي له ان ينتبه بمثال الامر. الحاجه الثانيه اللي تربي فينا وزع الدين هو الجانب العملي التشريعي. ربي سبحانه وتعالى اعطانا واحد التشريع، اقامه الصلاه، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لازم نركزوا على ابنائنا ونركزوا على الشباب انهم يمشوا للصلاه يصلوا. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام جاؤوا ليه وقالوا يا رسول الله ان فلانا يبيت يصلي. شوف تعرف شنو يبيت يصلي؟ معك راه بيت يقوم الليل يعني يصلي ويصبح يسيق. هذه راك تخيل هذا واحد يبات يصلي وصباح يروح الصواب وبدا يسيق. هذه دائما وكي قالوا هذو الناس واش معناتها؟ معناتها رجل يعتادها ويديرها دائما، معناتها الناس كامل يفيق بها. يعني هذا السيد هذا دائما يديرها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم شاعر روح قول له حب الصلاه يا اخي، هذا هو منافق هذا. ولكن نقول لك اسف او روح حب الصلاه انت كي تقد روحك مليح روح دير حجه وروح تسال. لا لا قال له خلوه يصلي، خليه يصلي، خليه يصلي. قال قالوا ستنهاه صلاته، خليه يصلي ما تقولوش حبس. احنا هذا خطا في الجزائريين اننا مش نقولوا حبس حبس. انا مازال راني ندير في واحد الامور، انا ما نقدرش نحج دوكا ما نقدرش، انا مازال حبس، انا نبداش نصلي، راني يعني واحد الامور راني ندير فيها دوكا، واحد الخدمه نخدم فيها، انا ما نقدرش انا نصلي دوكا. يا ودي صلي صلي صلي، راك انت كي تصلي. شوف واش قال لي واحد غير كيما حكمني، جوج شباب زوج، انا داري كيما جاو عندي في واحد المدينه، قال لي شيخ رانا مازلنا موخدينها بصح كي سمعنا قلت لنا نصلي ورانا ولينا نصلوا، وكي ولينا نصلي ولينا نستحيو كي نوخدوها. قلت له كمل صلي، انا ما نقولوش كمل وخدها بصح كمل صلي. اذا الان انت كي تولي تبقى تصلي كي تقدر تصلي تولي تستحي من مولاك اللي توقف معاه خمس مرات في اليوم والليله، فان المصلي يناجي ربه. اذا الان هذه الصلاه الصيام لعلكم تتقوا. شوف حنا كنصلي نشكر الله، حنا حبسنا هذا الماء حلال انت في النهار تاع رمضان ما شربتوش، علاه ما شربتوش؟ راك تقول لربي يا ربي انا نحبك وقدمت لك الماء هذا تاعي وكي حلال انا ما شربتش. على جال لمن؟ لاجل يضع طعامه وشرابته وطعامه وشرابه وشهوته لاجل. اذا انت رمضان بركته كل شيء من الحلال خليته على جال ربي في نهار رمضان. اذا بعد رمضان راح تخرج بواحد التقوى من الله سبحانه وتعالى بسبب ذاك الصيام. نفس الشيء في الحج، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. اذا هذه العبادات راح تولد فينا هذا الامر. الامر الاخر شنو؟ اننا مثلا لما نربيه في الشباب الايمان بالقضاء والقدر. الايمان شوف الان جل الشباب اليوم فسدوا من اجل القضاء والقدر. عندهم تفاعل ضعيف وسلبي مع الايمان بالقضاء والقدر. كاين واحد البارح شفته امام واحد المحكمه قاعد. شوف هو الانسان كيولف يتسخط، يولي يتسخط حتى على ربي سبحانه وتعالى. دوك الان يبدا من البدايه،
يقول لي يسب في والدي، يقول لك حنا بابانا ما دارناش التاويل وكيخرج لفرنسا وكانوا السكنات فارغين ما حبش يشد لنا السكنه وما عملناش هذيك، والناس نهار كانت فايقه وتخطف وما خطفش معاهم، ونهار كذا ونهار كذا، وقال لهم تخدم في البوست الفلاني ما خدمش، وعلى هذيك احنا رانا فقراء، ويكبر الانسان وهو معتمد على والديه ويحصل الفقر في والديه لانهم هما فقراء. اذا ومن بعد واش يدير؟ يتسخط من العائله بطريقه ما يفيقش، خاصه اذا كان عنده مشاكل عائليه ولا مشاكل في الوقت راح يولي يحس بلي العائله تاعو هي المصدر تاع الفساد ومصدر البؤس على هذيك راح توضحها. ومن بعد لو كان ولا صارت مشاكل اخرى كي توسع العائله يضرب مع عمو على جد ورث ولا ربما يضرب مع زوج فيطلقها ولا يصرى اي مشكل مع الاب تاعو يصرى له اي مشكله راح ينفجر ويولي ينظر الى سر الفساد تاعو كامل هي العائله. على هذيك خرجوا من الخدمه، على هذيك ماهوش يخدم، على هذيك ما قراش مليح، على هذيك ما جابش المستوى مليح، على هذيك دخل ستاج وحبس كان صرات له مشاكل في العائله، فيولي عنده الاسباب هذه كلها راح يجعلها محل تاع السخط نتاعه، وبعدين يبدا يكبر الدائره، يكبر الدائره، ويولي يتكلم على انا الدوله اللي ما وفرتلناش، ما عملتلناش، ما يبدا يسد، يبدا يعني يشوف اي حاجه ينتظر كانه كاين حاجه لازم توفر له. الان وكل عنده مسؤوليته. احنا مانيش نصبوا في ناس بمسؤوليتهم، نعم كل واحد راه مسؤول، ولكن ماشي بهذيك الدرجه اللي راك تلحق ليها. الامر الاخر واش هي؟ راح يولي هاد البلاد كامل راهو متسخط منها، وراح يقول لك هذه البلاد هذه يتعامل مع الجزائر كانها مرت باباه. فيقولي ما يحبهاش، ما يحبهاش، يكون يمشي في السياره يخرج الكارطه نتاعه هذاك ويرميه بالطاقه. ويرمي اكرمكم الله لابوبال هذيك من داره ويخرجها يرميها برا. الميتر اللي راهي قدام داره مش تاعه. ما موسخة مش موسخة مش تاعه، لا يشعر بالمسؤولية ولا يهمه أنه بلاده مليحة مش مليحة، ويولي يكرهها ويولي عنده واحد العداء أنه بلاده، كل بلاد مليحة إلا بلاده برك مش مليحة، وتلقاه في الفيسبوك يجيب كل امتيازات الدول ويحطهم إلا بلاده يجيب لها غير إلا السلبيات فقط، ويحطهم، شوف بلادنا واش فيها، وهذا في بلادي وهذا في بلاد الناس، وهذا في بلادي وهذا في بلاد الناس، وهذه صورة سوداوية وأنا نتكلم على هذه الصورة بالذات. مانيش نقول لك باللي يعني من ناحيه اخرى. الامر الاخر واش يولي الانسان؟ كيولي يتسخط يتسخط يلحق يتسخط حتى على ربي سبحانه وتعالى، راح تكبر الدائره، لانه واقف غير الصور هذيك السوداويه فقط. انا البارح نسمع في واحد ايش يقول؟ قال لهم هذه بلاد هذه. قال لهم الصباح الشتاء ومن بعد 11 السخانه قطعت حوايجي قال يوم يجي البلاد يدير السخانه وشتاء يا راجل ها هو ربي والله غير يقولوها الشرق. كم من مره سمعنا هذه؟ قلت لك هذه بلاد هذه اصبح شتاء العشيه سخانه ما فهمنا والو يا راجل ها ربي اللي يدير هذه علاه والف الانسان يتسخط حتى راه ما على باليش على ولي يتسخط لا يرضى باي شيء ولا الذات نتاعو الذات هذه ما يحبهاش شفت اللحم هذا اللحم ما يحبوش يجيب الدخان ويكوي ويجيب الموس ويقطع روحه ما يحب خلاص ذاته ما يحبهاش من واش ما يحبش ذاتك لانك ما دام اسمعني مليح ما دام ما رضيتش عن الله فلن ترضى عن نفسك. ارضى عن الله. ارضى. ارضى بما قسم الله لك فتكون اغنى الناس. والغنى وراه في الجيب ولا في القلب؟ في قلبك. اذا استغنيت وليت عندك غنى في قلبك تعيش مرتاح. على نحوس على المخدرات. انت كي تكون انسان صالح دوك يجيبوا لك انت الان كميه. لهذاك ربما كاين واحد دوك راه برا في الشارع راهو راح يكشف يقابل يسرق باش يعمر راسه اليوم. باش اليوم يجيب الدوزه تاع اليوم. انت دوك الان يجيبوا لك ماشي دوزه يجيبوا لك كميه من الهيروين تسوى 5 ملايين يعطوها لك يقول لك ها تديها فهمت تستعملها ما تستعملهاش لانك محصن ايمانيا ما راك خايف من يدوك للحبس ولا خايف من امك ولا ابيك ولا من جارك ولا من زوجتك ولا من حتى واحد انت تحكمها وتروح ترميها في الواد ولا تحرقها ولا دير اي حاجه تقول هذه مش يديها حتى واحد اذا علاه؟ علاه ما تقبلتهاش؟ على ما قلت هذا رزق جابوا لي ربي 5 ملايين ربي يحمدي فيها دراهم ولا تناولها لانك عندك خوف من الله سبحانه وتعالى اذا الشاب المؤمن اذا كان الشاب هذا المسلم وبسرعه انا نقول لك بسرعه راهم يتوبوا الله يبارك اذا الشباب هذو المؤمنين الطيبين فيهم طيبه كبيره والله ما تقدروا تتصوروا الطيبه اللي موجوده فيه شفت هذاك اللي قاعد يبيع اللي قاعد يبيع والله غير كلمه زوج يديك كلمه زوج يديك اذا كاين واحد الدخول سهل فيها لازم نتقربوا منهم ونغرسوا فيهم الوازع الديني ولازم نشجعوا على التحسيس الايماني للشباب حتى يكون عندنا ان شاء الله عز وجل فاعليه سريعه سريعه كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومزيد من هذا الشيء مؤسف
جينا الانسان تزوج لقينا يتناول المخدرات، رحنا للبطاله الاعزل لقينا يتناول المخدرات، جينا الناس كما قال الشيخ قبيل الاغنياء لقيناهم يتناولوا المخدرات، الفقراء يتناولوا المخدرات. اذا هذا الفيروس هذا يعني طغى وانتشر بسرعه انتشاره في المجتمع، يعني انتشار واسع. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المخدرات الان الضرر تاعها لا يقتصر على صاحبها. الان كانوا يتكلموا الان لما نتكلموا عن المخدرات، اعلموا ايها الاخوه الكرام، اعلموا ايها الاباء الافاضل، اننا نتكلم عن جميع الافات في المجتمع. شوف لما نتكلموا عن المخدرات راح نتكلموا عن السرقه، راح نتكلموا على معناتها رانا تكلمنا عن السرقه، الحد من انتشار السرقه، من انتشار القتل، من انتشار الاغتصاب، الزنا، القتل، جميع الافات، جميع المظاهر السلبيه في المجتمع التي من اسبابها هي المخدرات. اي حاجه تلقى قتلوه، سرقوه، قتلوه، كيفاش قتلتو؟ كان شارب المخدرات. كيفاش سرقت؟ لانه كان يسحق المخدرات. كيفاش انت زنيتي؟ لانه كانت تتعاطى المخدرات فضحت بشرفها، وغير ذلك من الافات الاجتماعيه. الانتحار، واختش الانتحار ما قدرش يشد فاوفر دوز، او ربما قطع روحه، هذو حالات جاونا والناس حاولت الانتحار عدة مرات. لذلك الان ضرورة الكلام عن هذه الآفة في المجتمع. ثالثا انه من سمات المخدرات ان ضررها يكون قبل وبعد. بكري كان الانسان يشرب كلمة يسكر يبدا مثلا يقول كلام لا يليق في المجتمع، يدخل الحي، يبدا يدير تصرفات، لكن قبلها عادي او مليح. المخدرات لا، المخدرات قبل وبعد. قبل تناول المخدرات اذا طاح في الانتكاسه او طاح ربما في المونك كما يقولوا حنايا، اذا كان يحتاج الى هذا الامر وش يولي عدواني، يولي عنده العنف، يحاول ان يفعل كل شيء. يعني عندنا واحد القصص في مثلا في السرقه، ما تتصوروش تسرق انسان يسرق الكراد على باباه لنهار الخميس راح يخلصوا الكراد. يسرق درهم تاع العمليه تاع يماه اللي مريضه السرطان، ما كانش ما عندوش الرحمه، خلاص انا مانيش نفكر، انا لما نطيح في الازمه انا نفكر انه كيف اتحصل على ذلك المال، ذلك المال. فضرر المخدرات الان راهو حتى في الانسان كيكون عادي، حتى في الانسان كيكون مازال ما تناولش المخدرات نخافوا منه، كي تناول المخدرات نخافوا منه. كان احد يعني ابناء الحي هو مع اعز اصدقائه، وإذ به يستفيق وين؟ في السجن. لما قالوا وين راني؟ قالوا راك في السجن، واش درت؟ قالوا قتلت، شكون قتلت؟ قتلت صاحبه، وبعد دار انهيار عصبي، دار ديبريسيون. علاش؟ لأنه الآن لا يملك عقله. العقل مرات التكليف، الفرق بين الحيوان والإنسان، شكون العاقل؟ هو اللي يقول. الإنسان يقدر يصوب، ما عندوش ريليوتور، يقدر يصوب ويقول لا لا تقدر تجي. قال جينا حنايا كان عندي فيل دو ستوب ما يشعلش، ماشي مشكل. سويكراس تاعك ماشي مشكل، كلاكسون ماشي مشكل. بصح لو كان نقولوا برك فقط انسان راهو يصوب، راح له الفورم البيكويت، راح له نقول له هذا حتما راح يدير حادث، هذا حتما ما راحش يطول، لازم راح يخبط يخبط في الحيط. ولذلك البيكويت تاع السياقه في الحياه وهو العقل. فهذه المخدرات مش تضرب، ما تضربش تضرب العقل، تضرب العقل تعطل لك العقل وبعد دير ولذلك الآن حضوركم الآن نستثمره في ماذا؟ في ما هو دورنا؟ وراه الدور ديالنا حنايا الآن كمجتمع مدني. ما هو الدور ديالنا؟ جينا الإنسان دار محاضرة ربي يجازيه، وإنسان دار كذا ربي يجازيه، لكن ما هو السبب انتشار هذه المخدرات في أبنائنا بهذه السرعة بهذا الوقت؟ يعني حنا رانا نجرو اللي راهي تجري، حتى أنه كنت اقترحت على عدة جمعيات وهذا العام إن شاء الله راح نديرها، قلت لهم بإذن الله راح ندخل الابتدائيات. ندخل الابتدائيات واش نديرهم؟ نديرهم رئتين، بومو تاع كبش، بومو تاع كبش نشفها ونكحلها. عندي صاحبي عنده المخبر تاع حليب، قال لي نكحلها لك ونقدر ندير لها مواد ناضجه تخلع. فنديوها لاولادنا الصغار سنه اولى، نديوها لهم ونقول له هاوليك تتكيف الدخان اللي هو اول بريد من بريد الاخر، وهذا جاي بنفسي. يعني احنا نديروا الصوره النمطيه، انت تاكل طاجين زيتون، تاكل متوه، تاكل كاش ماكله. قال الشيخ انا ياكل واحد فيكم يقول لنا ماكله ما يحبهاش، يقول لي شيخ انا ما ناكلش الشوكه. علاش ما تاكلش الشوكه؟
لان واحد العام كلي تشوكه حكمت على الانتيكاسيون من تم قلت ما نقدرش نزيد ناكل تشوكه. كاين انسان جا كلا حاجه لقى فيها اكثر من كطاح شعره قال لك ما نقدرش نزيد ناكل لانه الموتين والاستجابه نولي يعني نشوف هذيك الحاجه نتفكر هذيك الحاجه ما نقدرش اذا لازم نخيرو والا لو كان نفتحو قوس فقط دوك فكرت ولقيتها في جيبي. يعني تصوروا هذه حوار يتبع هنا عندنا الان في العاصمه وربما ما بيش ولا عندكم هنا لكن هذا الحوار يتبع هذا شرينغوم كان قديما يتبع ودوك مؤخرا منتشر جيت شريتو انا وبعد شاف واحد قال لي شفتو هذا وش هذا شرينغوم هذا وش هذه سيجاره صح. نعطيكم سؤال ولد صغير في عمره 6 سنين 5 سنين شرى هذه الحلوى اول شيء يديرو شنو هو؟ يديرها بلا يجرب هذا. انت كان كأب كبائع كتاجر انا راني نبيع وانت الاب كأب لهذا الولد تصور الاب هو اللي راهو يشري لولاده يروح يشري 10 حبات يقول لهم هايا جبت لكم واحد الحلوى هايا هاك ويدير لها غدا ويزيد يصورهم ويبعث لخوه يقول له شوف دراري هذه تربية هذه. لما هذا البائع اللي عنده 1000 حاجة يربح فيها، علاش تربح هنا في هذه؟ عبر شحال يديروا؟ 3000 فرانك، ما تربح والو. تربح تبيع 1000 وحدة 10000، ما كاينش حاجة كبيرة. قلت لنا علاش ما نتنازلش؟ ولذلك الآن لازم يكون عندنا الوعي. إذا أي حاجة الذي أمر الذي أردت أن أنبه عليه في سرعة انتشار هذا الأمر والدور ديالنا الآن في التماسك، أول شيء نحن نذكره ونذكره الأصل ديالو وهو غياب النصيحة. غياب النصيحة فيما بيننا. كيفاش غياب النصيحة؟ شوفوا تبعوني مليح. المجتمع الغربي الآن حكم عليه بالإعدام تربويا من ناحية الأخلاق. أخلاق التحلي في المجتمع الغربي عرفوا بلي خلاص الجيل تاعهم يا راهو طالع ما عندوش أخلاق تحلي. ما عندهمش تماسك وما عندهمش روابط. ما عندهمش الابن الان كانت عندي واحد الحاله انهم عيطت لي تبكي هما عايشين هنا وكانوا عايشين في فرنسا اظن فكانت تبكي قالت لي مصدومه من قالت لي كنت نقصر مع بنتي ومن بعد قالت لها مامون قالت لها راح ندير لك واحد سيربريز كي تكبري قالت لها وشنو؟ قالت لها نديك لواحد ميزون دو روبو ماركه ميزون دو روبو هذاك سهلة شغل تجي شابة هكذاك هي دار العجازة بصح ميزون دو روبو تبان لك بلي شغل لوكس قالت لها نديك ميزون دو روبو لوكس صدمت المرأة يعني علاش المجتمع يفكر بالتفكك الاجتماعي ما عندوش علاقات اجتماعية هذا الأمر قال لك أو المجتمع هذا مفكك وهذا المجتمع ما عندوش علاقات اجتماعية المجتمع العربي المسلم متماسك إذا واش نديرو؟ إما لازم نبعثو هذوك الأفكار المنحرفة والأفكار التغريبية باش نكسرو العلاقات. ولذلك الآن ها الآن اجتمعوا أجيالنا هنا. الأجيال اللي اجتمعوا اللي لقينا كاين فرق كبير بين جيل وجيل. أراو قاعد هذوك لهنا. يكون حنا كاش كنا وحنا كاش ولينا. ولذلك ضرب العلاقات. العلاقات الاجتماعية التي لو أردنا أن ننبه عليها نتكلموا في أربع دوائر في أربع دوائر الدائرة الأولى هي العلاقات العامة العلاقات العامة معناتها شو معناتها العلاقات العامة؟ معناتها أنه الآن يجمعنا الإسلام يجمعنا هذا البلد الوحيد هذا البلد الذي ننتمي إليه أنت تزيدي ولا تزيدي خلاص أنت أخويا وإحنا مسلمين لا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن ينتشر السلام الخاصة أن لا يسلم الرجل على الرجل إلا لأنه يعرفه هذا من علامات الساعة ما نقولكش السلام عليكم إلا لنعرفهم ما نعرفوش ما نقولكش السلام عليكم أحد الأصدقاء أمراء قال لي قوى الإيمان قوى الإيمان بلقاء حديث فضل إفشاء السلام قال لي قوى الإيمان قلت والله غير نبدا نقول السلام عليكم في الطريق العام أول لولاني قال لي لولاني اللي تلاقيت به قلت له السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا واحد شوف قالوا شنو قالوا تعرفني قال أنا شي شغل حبيت نطبق سؤال حادي حسنة قل لي السلام قال أنا موسواس قل لي السلام حبس هنا ما زدتش قال لي ما زدتش خلط هو وبعد ما زدتش خلط حتى راحت خلاص يزيد ضربوني شفت الأمر هنا العلاقات العامة
هل العلاقات العامة هي اللي خلاتنا الآن لما نجي ولد في عمره 15 سنة شايب سيجارة ما نهضرش معاه؟ هضرش معاه، ما نعرفوش، وبعد نبداو نديرو واحد القصص، على بالكم الخوف نفسيا، الخوف من أين يأتي؟ يأتي إما من تجربة سابقة أو يأتي من تصور مشوه. يعني يجي من التصور اللي راك انت مضخمه الان، لذلك نحكي الان عقرب. نجي انا لك نحط لك العقرب، تهرب تجري تحت الولد الصغير مازال ما عندوش تصور، يبدا يلعب بالعقرب. فلما هذا العقرب هذا غير نجي يقول لك لا هذا تاع البلاستيك ما تخافش، لا تاع الصح تخاف. شفت كيفاش الان التصور تاعك هو اللي يخليك، لذلك كاين ناس يخاف من حاجه لانه صرات له، او ربما يخاف يقول لك ولذلك احنا عندنا واحد القصص تاع على بالك كاين واحد الولد دخل روحو هكذا، بعد هذاك الولد تيل عليه، بعد ما ضربو بعد طاح، بعد جا باباه قتلوه، بعد دخل الحبس، ما ندخلش روحي خلاص ما ندخلش. فهنا العلاقات العامة وين ولا الولد الآن 15 سنة؟ على بالكم كاين بعض البلدان الغربية اللي عندي علاقة مع ناسها ما يبيعوش، وهذا والله أناشد السلطات لو كان يقدروا يديروها لكم في ميزان حسناتي المسؤولين. البرلمان الله يبارك. ف انه الناس اللي تبيع التدخين، الناس اللي يبيعوا الدخان، يعني يبيعوا طابه هذوما، ما تبيع هذوما الناس ما يبيعوكمش بلا بطاقه التعريف. ممنوع بيع الدخان بلا بطاقه التعريف. يجي واحد قال اعطيني الدخان، شحال في عمرك؟ اعطيني في البونديتي ما نقدرش نبيع لك، قانونيا ما نقدرش نبيع لك. لكن لما الاب وليده في عمره 10 سنين يقول له روح شري لي الدخان، والله غير ما تستغربش نهار ولا كيبدا يكيف، لانه انت اللي علمته، انت اللي خليته يتجرا باش يبدا يدخل لهذ الاماكن، هو اللي يشد الدخان، هو اللي يشعل، هو اللي يشد ويدير كلش. ولذلك احنا عندنا مسؤوليه تربويه امام ابنائنا، هذا الدائره الاولى. جينا للدائره الثانيه وهي على بالكم في العلاقات العامه باش ما ننساش. كان واحد الشيخ كبير اعرفه مازال وحيد ربي ان شاء الله يبارك في عمره، وليده صاحبي مره راني نقصر معاه، قال عمي محمد انا نقصر، قال لي نحكي لك، قال لي في 64 جيت للجزائر، كان في البلاد وجا للجزائر العاصمه، نحكي لكم بالدقه لانه مازال شاغل الحكايه. فقال لي انا الان حبست على خدمه ما بقيتش، كان في عمري 16 سنه، قال لي في البون تاع الحراش، في البون تاع الحراش واش دار؟ قال لي قررت نبدا نسول، نبدا نضرب. قال لي قلت نبدا نضرب. جاء قال لي واحد الانسان جاي هكذا كبير عليا جاي، وهو خلاص راه وجد الهضره باللي انا جيت من البلاد ما لقيتش خدمه، ما كليتش يومين، ما كليتش ثلاث ايام، المهم الحق. قال له السلام عليكم سلام، قال له عمو، قال له انا عندي اسبوع ما كليتش وجيت وما لقيتش خدمه، وبدا يشرح له. باش يعطي له 100 فرع ولا 10 فرع، هذاك الوقت كانت حاجه كبيره. عطالو هذاكم شحال عطالو؟ عطالو واحد زوج سقالي ودريت راهم. قال لي ضربني واحد زوج سقالي، قال له عظون كيما انت، كبير كيما انت، يا شاب كيما انت، روح خدم على روحك. فهاد الصفعه واش خلاته؟ خلات نتلاقى به انايا هو خدام ونعرف ولادو وولاد ولادو. الصفعة التي غيرت من حياته كما كانت قاد العشرة دورو التي تغير من حياته. كان قاد يعطيني 10 دورو وما نتميزيتش يقدر فيها. ولذلك ربما تكون مناسبة باش نتكلموا عن المخدرات، فأنا نقول لهم أنا راح نتكلم على الحبة الأولى والجدة الأولى. موراها راح نداوي عند الطبيب. لكن الحبة الأولى قبل مازال ما دخلش وليدي، ما هي الأسباب اللي تخلي ولادنا يدخلوا؟ لازم قبل ما يدخلوا، ماشي كي يدخلوا نروحوا نحوسوا على العلاج، لانه في بعض الاحيان يحتاج الى علاج طبي، يحتاج الى مراكز تاع ادمان، لكن قبلها الولد راهو مليح، الولد راهو طالع، ما هي الاسباب؟ هذا اللي لازم نعرفوه. ولذلك الان الدائره التاليه وهي دائره الجيران، يخرج الجار، وحد القيمه تاع الجار، الجار قديما كان الاب كي يخرج كان عنده 35 او ربما 70 مراقب لابنائه. كل الجيران كانوا يسعون الى تربيه الابناء، فالاب ما كانش يربي وحده، كانوا الجيران كلهم يربون. ولذلك نخافوا الان الجيران تاعنا. الان مشكله يا اخوان انه الان في بعض الاحيان عندنا واحد الفكر، وشنو هو؟ الناس خاصه اللي يسكنوا في السكنات الجديده، يقول لك انا ما اعرف حتى واحد، انا عندي 5 سنين هنا،
سلام 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 ما نقولهاش. الله يبارك يا الله ما شاء الله. سلام ما نقولهاش ما شاء الله. كي يعتز يفتخر وكان كيما البواكي. انا بونجور وتحبس تماك ما ندير حتى حاجه ما نوقفش وما نعرف حتى واحد. شفت كيفاش الانسان الان تفكك العلاقات الاجتماعيه غياب ضرر الجار. لما الان نلقى وليد جاري نلقاه يدخن، نلقى وليد جاري يفعل شيء، نلقى بنت جاري في مكان مخيف واش ندير؟ في بعض الاحيان يصل الامر الى التشفي. يقول لك ها هاي شو وليد بلا ما بعد يجي يصلي معنا في الجامع. ها اللي قلت لك باللي الاخر. فلتربى ان هذاك الغير منين نتشفى في غيرنا. فالجار الان عنده دور كبير في الحد بانتشار هذه الافه. الظاهره الثالثه وهي القرابه. قرابة دم الواحد وليد عمك وليد خالك تحلو كلنا على الابناء تاعنا. الان هذه القرابات هذا صلة الرحم هذه القطيعه التي اصبحت منتشره الان في المجتمع. لو كان نديروا تحدي بعض الاحيان لما تجي مناسبه ونكون تكلمت على صلة الرحم ندير لهم تحدي نقول لهم سيسير ماشي الكبار انتم خلاص انا خليناها معكم نحكوا على الشباب تاعنا نقول لهم سيسير ولاد عمك تعرف شحال عندهم دراري وليد عمك شحال عنده ولادو؟ تقول الله ما على بالي عنده واقيلا ربعه ولا ثلاثه ولا انا قلت له ودي ماشي مزوج احنا على بالك يا عم ماشي مزوج هكذا وديك القرابه الان بدات صغار هذاك وليد العم وليد الخال والعم والخال اصبح لا يقوى على المشاركه في التربيه لماذا؟ نبداو نتكلموا فقط نتكلموا على نقطه واحده ونواصلوا لانه هذاك الاب اللي كان واحد الوقت يعظم خوه ويربي قيمة العم عند أبنائه يربي قيمة الخال أمام أبنائه أصبح هو الذي يدمر هذه العلاقة لماذا؟ لأنه الآن أمام أبنائه أمام الأبناء دياله يحكي مع مرته على أخوه يقول لها شوف هذاك هذاك المسموم هذاك شوف جاز عليا وما قالش ما نجيش نهضر معاه ما نديروش هذا الولد الدراري راهم يسمعوا في الاكل او في السياره او يحكي على خوه او يسب في خوه قدام ولاده اي يسب في خوه اللي هما خالهم قدام ولادهم فهذا الولد كيفاش حيتربى في خيمه العم فلما يجي عمو الخلو واش راك داير؟ يقول ما تهضرش معايا ما تدخلش واحد يجي هكايا غابه ويسال الكبار ما رجعهم له عليك دخل دخل في الحكايات تاع الكبار يقولوا هذا باباك على بالك بلي باباك حوس هذه دراهم خاف يضربوا يقول بابا رجع لي دراهمي يقول لي ما انا غير كنا شفت كيفاش القرابه الان ظن القرابه اخطر شيء يعني وللاسف الشديد وهو الظن الاسره فيما بينها الاسره فيما بينها الان اصبحت الان متفككه يعني اصبحنا الان في بعض الاحيان الانسان لا يقوى على انه يؤدب ابن اخي ما يقدرش يضرب وليد خوه مثلا تقدر تضرب وليد خوك والله ما تقدر تضربو علاش؟ خاطر ضربت واحد المراه قال كلام ماشي مليح ومع ذلك راح جا خويا دا وسمع عليه علاش؟ خاطر مقتوله دارت له هايا قال لها هايا عم راسي وبعد جا خويا قال لي وانا شفت هاك كذا ولا قال لي انا وليدك قال كلام ماشي مليح وليدك انت نسيت هذاك النهار كيف قال وانا ما معلومش ديك تاخذ القرار بلي انا ما نزيدش ندخل روحي والان واش وصل قوي لكن المشكل الان واش راح يدخل؟ ما راحش يدخل كلمه اكرم الله حمار ولا كير وهذا خلاص راح يدخل المخدرات ولذلك الان في بعض الاحيان كي يدخل المخدرات كاين واحد الافه في المجتمع خاصه النساء ونبه النساء على هذه النقطه مساله يسموها التبهديله على جال التبهديله واش نديرو؟ نخبيو ما نحكوش الولد راه يفسد يقول لك لا لا مليح او يقرا او مليح نهار يكبر المشكل ويفوت ويطفح الكي تما يبداو يعيطوا لك اروح جري دبروا راسكم هذا وليد خوكم ما حصلنا به ما قدرنالوش من قبل علاش ما تقولوش ولذلك الاسره هذه الفردانيه ان الانسان كل واحد يخمم في روحه كل واحد يعيش في روحه ولذلك الان انا نقول لكم اشكركم واعيد شكركم لما جيت راك مديت رساله بلي انا مانيش عايش في روحي جيت باش نتعلم حاجه ونعلم غيري باش انفع غيري ولذلك أنا بشكر واحد البشارة والله اللي يحب الخير للناس والله ربي غير يخليه تعاون ولاد الناس والله غير ربي غير يعاون لك ولادك ولذلك كان واحد الأستاذ دار واحد التجربة هذه التجربة هذه عند واحد كان من البولاد هذوما من البولاد هذوما نسوا قالوا كل واحد فيكم يكتب اسمه فيها
ويبنيها في القسم. عندكم دقيقتين كل واحد فيكم يقرا النبولة ديالو. خلوا نخلص القسم التلاميذ كلهم هادو بداو يحوسوا على النبولة ضربوا ضربوا ما لقاوهمش. دقيقتين ما لقاوش النبولة ديالهم. قالوا شوفوا الآن نغيروا الطريقة. عندكم دقيقة واحدة. كل واحد فيكم يلقى النبولة ديالو. قالوا يا أستاذ حنا دوك زوج دقايق ما لقيناهمش نلقاوهم في دقيقة. قالوا لا نغيروا الطريقة. كيفاش نغيروا الطريقة؟ قالوا كل واحد فيكم النبولة الأولى اللي ينفذها يقرا الاسم ديالها يحوس على صاحبها. إذا أنا حوست النبولة تاع رشيد، ديك حوس رشيد راهو هاوليك رشيد، أنا غير نديك النبولة جابوني النبولة ديالي، وبعد هو غير ندي النبولة جابوا النبولة في دقيقة كملوا كلهم، ولذلك الآن كونك تسعى، لا تسعى لإسعاد نفسك فقط، تسعى لإسعاد غيرك سيأتي من يسعدك، ولذلك شوف التجربة ساعات ندخلوا إدارة ما نعرفوا حتى واحد. يجي لك واحد يقول لك السلام عليكم واش تحب؟ تقول له يا ودي حاصل في هذه الارواح معايا. تقول له هذا ما نعرفه ما عندي معرفه كيفاش جاري؟ لا لا هذا البوله تاعك جعطها لك لانه انت مديت البوله كي تجي طالع كي كنت جاي عندك قلت له هذا السيد لو حاصل نركبوا معايا ونطلعوا وطلعته انت. انت كي طلعته عطيك له البوله جا هو مد البوله جابوا لك البوله ديالك. اذا الباب غير وجدوه ابداو تمدوا الباب. هذا المشكل لا لا انا في الامر الثاني يا اخوان وهو هذا من هدم الاسره يعني في الفكر التغريبي هذا باش نهضروا مقومات الاسره وهو الشيخ تفضل ب يعني نقطه حساسه وهي بناء الشخصيه بالوازع الديني. حنا الان بناء الشخصيه بماذا؟ بالوازع المادي. احنا الان الماديات طغت في المجتمع ولا فكر مادي. قيمه الانسان اصبح بما يملك من اموال. الاشكال يا اخوان حتى نكون صراحه وانا نحب نكون صريح في المجتمع انه هذا الفكر دخل حتى للبيوت وهذا الفيروس قاس حتى الوالدين ديالنا. حتى الوالدين في بعض الاحيان يعني ماشي كاع الاباء والامهات ولاو يفرقوا في البيت على حسب الابناء شحال يخلصوا على حسب فيش دو باي. قال هذا فيش دو باي تاعو طالعه ما نشدو الاولاد وكان يروح يحوس. هذا فيش دو باي تاعو هابطه مرته دخلت للسبيطار قال لهم شدوا لي دراري. قالوا لا بابا مريض. كيفاش بابا مريض؟ يا بابا مريض عليا ولا على الاخر؟ لانه علاش الفكر المادي الان طغى في المجتمع. الان كي نربطوا هذا الفكر بالمخدرات الان لقينا واحد الحالات اللي انطلقنا منهم ومدوا امثله منهم وين اصبح المروج تاع المخدرات قدوه في الحي. مروج تاع مخدرات تلقاه عنده سياره كبيره يلبس مليح بعث باباه ويماه للحج شرا لهم بلازما كبير ويدير ويشري كيفاش وبعد واش من لا هذا الانسان اللي ولا يقعد يتباهى في الحور في الحي وليت انا لما قريت وربما مازال ما لقيت خدمه وليت ولا هذا وسيله الضغط عليا في البيت. علاش؟ لانه يما تقول لي شوف شوف واش دار الوالدين شوف هذاك اللي شرا لي ما داها الاخر راح لا عز غير كيما تشوف الذهب اللي لبساته انا ما عندي والو باباك ما دار لي والو وتبدا يولي وسيله الضغط يولي هو قدوه في المجتمع. شوف واش راه يدير ما دبر راسك دير واش راك حاب هو كان هو قافز ما غير منه ونبداو نتكلموا عليه. عندكم قصه قارون. قصه قارون قارون لما خرج على قومه في زينته. الان كاين واحد الصنف من الناس واش قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون الذين يريدون الحياه الدنيا. قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ان اهل العلم كان عندهم موقف ثابت ان هذا الامر لا يغرنا. لما خسف بقارون بالامس صباح ماشي بزاف صباح خرج في قومه والعشيه خسف به تغير الموقف تاعهم. لولا ان الله علينا لخسف بنا قلت انه لا يفلح الكافرون. شفت الان كيفاش تغير ولذلك الضحيه الوالدين يبدي يقول لك شوف هذا الاخر شفت كيفاش لو كان انت دير لو كان انت دير جاو الامن داو هذا حكموا عليه 25 سنه قال لك شفت يا وليدي الحمد لله اللي ما خلصتش هذا الاخر لو كان هكاك راهم داوك معاه. لا لا انا حاب نكون دير انا حاب يدوني معاه. شفت ولذلك حتى الاباء الان ما لازمش هذا الانسان يولي قدوه ما لازمش هذا الانسان في الحي تاعنا راه يطول الحاج. كاين ناس يقولوا الحاج هو راح الحاج ما والو او جا الحاج علاش خاص يعاونك لانه كاين لانه مش كاين تقدير للجهل.
الجانب المادي، ولذلك الآن لما حطوا كل حاجة في معيارها يجب أن نؤصل تأصيلا علميا وتربويا في تقييم الناس.